أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع الطريق إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا الوصول إليه. واليوم عزاد رقم 8 من هذه الأمور التي تساعدك وتعينك وتضيء لك الطريق في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وزاد اليوم يمكن فكرته أول مرة أتكلم فيها في هذا المسجد، مع أني في المسجد هنا منذ 4 سنوات وده خامس رمضان لي في المسجد هنا، لكن هذه الفكرة في ذهني وفي قلبي منذ سنين ولم أتعرض لها باستفاضة، فأرجو انتباه لأنها في غاية الدقة والأهمية. أسأل ربي أن تكون خالصة مقبولة عنده سبحانه وتعالى. الزاد بتاع اليوم اسمه وسيلتك للوصول إلى الله. عجبني قوي هذا الاسم أول ما ركبته على اسم وسائل المواصلات. وسائل المواصلات يعني ايه وسائل المواصلات يا جماعه؟ اتوبيس، يقول لك قطر، طياره، باخره، اي حاجه دي اسمها وسائل مواصلات. سموها كده ليه يا جماعه؟ انها وسيله انت بتركب عليها عشان توصلك للمكان الذي تحتاج الوصول اليه. ببساطه شديده جدا، الحاجه اللي انا عايز اقولها النهارده دي حاجه وسيلة مواصلات توصلك لربنا سبحانه وتعالى. باختصار شديد جدا، هي اللي هتشيلك، هي اللي هتحملك لغاية ما توصلك إلى رضا الله، إلى جنة الله، إلى لقاء الله بكل نجاة. وسيلة يعني إيه؟ طب اسمع الآية دي وأنت تعرف وسيلة يعني إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. كلمة وابتغوا إليه الوسيلة يعني دوروا لكم على وسيلة تركبوها توصلكم في قمة النجاة إلى الله. بس خلاص. العلماء بيقولوا الوسيلة هي التي يتقرب بها العبد إلى الله من الأعمال أو من العمل الصالح حتى يصل إلى مرضاة الله. قال لك الوسيلة هي بابك، بابك أنت بس مش باب حد تاني، وبابي أنا بس مش باب حد تاني، وبابها هي بس مش باب حد تاني. يعني ربنا سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وجوده ومنته وعطائه جعل أشياء كثيرة جدا توصل إليه. فكتب لك الصلاة، وكتب عليك الصيام، وكتب عليك الزكاة، وكتب عليك قراءة القرآن، وكتب عليك أفعال كثيرة جدا من الخير، وإطعام الطعام، قيام بالليل والناس نيام، كل الحاجات دي ترضي ربنا وتوصلك لربنا. بس في حاجة يا جماعة اسمها ركوبة خاصة. تعرف كلنا هنركب أتوبيس دلوقتي، وواحد عنده عربية خاصة، مين يوصل أسرع بفضل الله وأريح بفضل الله؟ مين يوصل أسرع وأريح؟ الوسيلة الخاصة، المواصلة الخاصة. أنا النهاردة بتكلم يا جماعة عن الوسيلة الخاصة، عن المواصلة الخاصة. واحد يقول لك إيه أنا اللي هوصلني لربنا صلاتي، طب ما كلنا بنصلي، صيامي، طب ما كلنا بنصوم، صدقتي، طب ما كلنا بنتصدق، بر الوالدي، طب ما الحمد لله كتير مننا بار بوالديه، الذكر لربنا، طب ما كتير مننا بيذكر ربنا، اعتكافي في المسجد 10 أواخر، ما شاء الله احنا 30 في المسجد وفي مساجد تانية في مئات. قال لك لازم يكون لك ايه؟ مواصلة خاصة، ركوبة خاصة. يعني ايه مواصلة خاصة؟ يعني تدفع فيها أكتر ما بتدفع في المواصلات التانية اللي هتوصلك لربنا، تدفع فيها أكتر وتهتم بيها أكتر عشان هي تتغذى أكتر، تبقى أقوى، تقدر تشيلك وأسرع من أي حاجة توصلك لربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قارن بقى المعنى اللي أنا قلته ده بالآية كده تاني. أولئك الذين يدعون يبتغون، نفسهم يعني، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. مين أسرع؟ من الوسيلة بتاعته هتجريه وتوصله أسرع من غيره. الطريق مليان أخطار، الطريق طويل، فأنت محتاج وسيلة خاصة، عربية خاصة. ما
مش حد يزنقك فيها ولا حد يتعب لك دماغك ويدن ويزن ويقول كلام كتير وهو قاعد جنبك فيها، ولا حد يعطلك وهو راكب معاك فيها. انت محتاج وسيلة خاصة. يا ترى ايه الوسيلة الخاصة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى ساب لك الموضوع مفتوح، قال لك اختار لك باب واختار لك وسيلة، اختار لك دابة اهتم بيها وغزيها ونقيها عشان هي تكون السبب توصلك لربنا سبحانه وتعالى. تسمعوا الحديث ده كده عشان ندخل في الموضوع أكتر. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلى الله على محمد، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إيه معنى الحديث ده؟ كثير منا سمع الحديث ده 20-30-50 مرة، 100 مرة، 1000 مرة، وبيعمله وبينفذه، لكن إيه المعنى اللي فيه المطابق للكلام اللي أنا بقوله النهاردة؟ المعنى اللي فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ردد الأذان، وبعد ترديد الأذان اسأل ربنا يوصل سيدنا محمد إلى أعلى مكان. طب يحصل لإيه؟ قال لك دي بحد ذاتها اللي أنت تعمله ده وسيلة هتوصلك لإيه؟ إن النبي يشفع عليك. الشفاعة بحد ذاتها هتبقى هي كمان وسيلة توصلك للجنة. صليتوا على الحبيب. يبقى تردد الأذان تسأل ربنا إن هو يوصل سيدنا محمد لأعلى مكان في الجنة، صلى الله عليه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، صلى الله على محمد. لو ده حصل حضرتك استحققت إن ربنا يديك وسيلة توصلك للجنة. إيه هي؟ شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنك بتقول يا رب وصل سيدنا محمد، يوم ربنا يقول لك وأنا من جنس ما قلت ومن جنس العمل وعلى قد نيتك هديلك، أنا هجعله هو كمان يشفع لك، والشفاعة دي توصلك للجنة. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. الإمام الشنقيطي والعلامة الشنقيطي في تفسيره بيقول كلمة جميلة، وبيقول الوسيلة هي التي تقرب إلى الله من العبادة التي تكون على وفق هدي رسول الله. قربنا أوه، قربنا، عمال نقرب في المعنى. يبقى الوسيلة هي إيه؟ عمل صالح، عبادة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، خلي بالك تعملها وتركز عليها وتكبرها وتقويها عشان تركب عليها علشان توصلك لرضا ربنا في الطريق الطويل إلى الله سبحانه وتعالى، بس بشرط تكون الوسيلة دي عمل على وفق هدي مين؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تحبوا حضراتكم ندخل في الموضوع أكثر؟ تعالوا ما أقولكم على حاجة. كلنا بنصلي زي ما قلت لك، كلنا بنزكي، كلنا بنصوم، كلنا بنعمل عمرة، كلنا بنقرأ قرآن، كلنا بنصل الأرحام، كلنا كل حاجة دي كلها كويسة أوي، بس في واحد يجي يوم القيامة تكون الوسيلة اللي وصلته بسرعة صلاته، مع أنه كان بصوم، مع أنه كان حج، مع أنه كان بيقرأ قرآن، مع أنه كان بصل أرحام، مع أنه كان بيطعم الطعام، مع أنه كان بيقوم بالليل والناس نيام، مع أنه كان بيدعو الله، مع أنه كان بيذكر ربنا، بس اللي بلغه بسرعة الصلاة. ليه يا جماعة؟ لأن هو دق على الحتة دي، الباب اللي وقف عليه وده يدق عليه هي الصلاة. فالباب ده والوسيلة دي هي أسرع حاجة وديته لربنا وبلغته المنازل في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. واحد تاني لا، مش الصلاة، بصلي زي كل الناس زي ما كلنا بنصلي، بس دق على حتة تانية. ايه هي؟ الصيام. ايه انت عامل النهاردة؟ الله، انا صايم النهاردة. ايه النهاردة؟ ايه يا عم النهاردة الاثنين؟ الا خير النهاردة؟ ايه النهاردة الخميس، انا صايم النهاردة. النهاردة يا ستي؟ النهاردة 13-14-15 من الشهر العربي انا بصوم. النهاردة يا ستي؟ والله يا سيدي انا صايم لله كده النوافل وبتاع. خد الصيام هو الدابة والوسيلة اللي بيقويها ويقويها علشان يركب فيها عشان توصله ربنا، مع انه بصوم رمضان زينا كلنا، بس هو ركز على ليه؟ على حتة معينة، هي دي سنة المفتاح، هي دي الباب القبول وباب الوصول بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني يقول لك لا والله انا بصلي زي كل الناس، وواحد تاني يقول لا انا بصوم زي كل الناس وبعتمر زي كل الناس، لكن الباب اللي بينه وبين ربنا حتة تانية خالص. ايه هي؟ اطعام الطعام.
الطريق اللي بيني وبين ربنا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. واحد حبيبي قوي 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 الباب بتاعه ده، فبيقول لي ايه؟ بيقول لي زمان اول ما تعينت كان مرتبي تقريبا 20 جنيه. يقول اعمل ايه في ال20 جنيه؟ قبل ما ادخل بيهم البيت يوم اروح للجزار اقطع مثلا بيهم ايه، ايام ما كانت اللحمه بقى ايه بجنيهات بسيطه يعني، اقطع بيهم مثلا ايه 1.5 كيلو لحم او 2 كيلو لحم، وبعدين اوديهم البيت اخلي الحاجه تقطعهم وتحطهم في شوربه ولا ما ذلك، واعمل فت في نفس اليوم اللي انا قبضت فيه، تعمل فتة ولا ما ذلك، واروح نازل بقى بكم صينيه فتة كده وكم كيلو لحم عليهم، وانزل تحت للناس الفقراء والمساكين، واروح موزعهم واكل معهم، واقول له يا ربي هو ده الباب اللي بيني وبينك، ما يعديش اسبوع ولا اسبوعين يجيني قد المرتب ده 3-4 مرات. منين؟ ما تعرفش. اصل هو ده الباب اللي بيني وبينه، هي دي الوسيله اللي توصلني اليه. الطعام، الاكل، الاكل معقوله اعظم حاجه تقرب لربنا؟ اطعام الطعام، خاصه لمين؟ للجائع يوم المسبغه في الغلا اللي احنا فيه. ايوه، اطعام الطعام ده معقوله يساوى بالصلاه؟ ده ممكن يبقى اعظم من الصلاه عند ربنا. وقتين لما تجعله هو وسيلتك، هو بابك، هو الزاد بتاعك اللي هيوصلك لربنا سبحانه وتعالى، وتدق عليه وتقول هو ده الباب يا ربي وانا هقف عليه لغايه ما تفتح. قال لك واحد للصلاه ولا الصوم ولا الاكل ولا اي حاجه، ما قال لك ولا ايه؟ قال لك ذكره لربنا، كلمه السر اللي بينه وبين ربنا، الوسيله اللي هتوصله لربنا ذكره لربنا. يعني ايه ذكره لربنا؟ قال لك يذكر الله ويدق قوي قوي على اسماء الله الحسنى، ويدق قوي 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 لدرجه ان قلبه انفتح لاسم منهم، ففتح الله الاسرار لهذا العبد من خلال ذلك الاسم، فاصبح هذا الاسم بالنسبه لذلك العبد هو الوسيله التي توصله الى الله. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ما دعوت الله بهذا الاسم الا استجاب الله دعائي. واختار الطريق ده، واختار الحته دي، واختار الباب ده. هو بيعمل كل حاجه ربنا امر بيها، بيعمل كل حاجه فيها خير، انما دق على دي، كبر دي، اهتم بدي، حب ياخد الخير ومفاتيح الخيرات اللي في الحته دي. فاكرين يا جماعه الثلاثه اللي دخلوا الغار وسدت عليهم صخره باب الغار؟ فاكرينهم ولا مش فاكرينهم؟ العلماء لما بيجوا بيتكلموا عن الثلاثة دول إن كل واحد فيهم خد حاجة كان بيعملها بينه وبين ربنا، وكانت غالية أوي وعالية أوي وحلوة أوي قريبة أوي لربنا، وكان يمكن بيعملها باستمرار، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما هو وقع في ضيق ربنا خرجه من الضيق ده بسبب هذه الوسيلة. يقول لك دخل حته كانت بتشتي وهم ماشيين في صحراء كده مسافرين مكان، فالدنيا مطرت كتير قوي، فالمهم دخلوا الغار وقالوا نبات في الغار ده لغايه ما الدنيا تهدى والجو يروق وبعدين نكمل سفرنا. فجاه لقوا ايه؟ صخره اجت وهم جوه الغار راحت سد باب الغار. يعملوا ايه؟ فيهم واحد ذكي وفطن. انتوا ناسيين الدرس بتاع الشيخ مصطفى اللي قال في حاجه بينك وبين ربنا ما يعلمهاش الا هو، وحاجة حلوة قوي هي دي اللي توصلك لربنا وتطلعك من الضيق، وهي اللي توصلك وتبلغك لجنة ربنا. فاكرين؟ طيب لو انتوا فاكرين، كل واحد فيكم يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويتوسل ويدخل ربنا من خلالها، وربنا هيفتح لنا الباب ساعتها. هيتوسلوا بكلام؟ لا، هيتوسلوا بعمل هو كان بيعمله مع الله سبحانه وتعالى. الدابة، المواصلة، العربية الخاصة اللي هتوصله ربنا سبحانه وتعالى. الأولاني قال إيه؟ قال يا ربي أنا كان بيعمل عندي في يوم من الأيام واحد أجير، كان بيعمل عندي على فرق من أرز، يعني إيه 2 كيلو رز كده ولا حاجة أديهم له أجرة يعني. فالمهم ذهب وترك أجرته، فأنا خدت الحب ده كده لما هو مشي وزرعته له، فلما اتزرع طلع حصاده، فدنيت اكبر فيه اكبر فيه لغايه ما جاب 8 بقره، اشتريت له بقره والبقره خلفت وكبر الرعيل بتاع البقره. فجاني في يوم من الايام بيقول لي انت فاكر لما اشتغلت عندك مره من المرات وكان لي عندك حفنين كده ولا 2 كيلو رز اوبريتي انا عايزهم النهارده؟ فقلت له يا ربي هذا الوادي من البقر ملكا لك. فقال له انت بتسخر مني وبتستهزئ بي؟ قال له لا والله ما بسخرش، ده اللي حصل كذا 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 وانا مسامح فيه، خده كله. فاخذه ولم يترك لي شيء. يا رب لو كنت عملت العمل ده، يا رب لو كنت عملت الوسيله دي، يا رب لو كنت عملت الموضوع ده خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. امتلت الصخره اتفتح، سبحان الملك.
بالإيه يا جماعة؟ بالوسيلة. على فكرة يا جماعة الدقيق في الحديث إن مش دي المرة الوحيدة اللي الرجل ده كان عمل فيها العمل ده، ده تقريبا دي كان موضوعه، كان موضوعه الأمانة، كان موضوعه إزاي يحافظ على حقوق عماله أو حقوق الآخرين عنده. فلما كانت هي دي الوسيلة اللي توصله لربنا، ربنا نجاه بسببها في الدنيا، وكمان إن شاء الله هتوصله إلى الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. إيجا الثاني وقال إيه؟ قال أنا بقى وسيلتي بقى والباب بتاعي والحاجة اللي بيني وبين ربنا هتوصلني أوي حاجة مختلفة. إيه هي؟ قال أنا كان لي أبوان شيخان كبيران، كنت متعود أرعى الغنم واجي آخر النهار أحلب لهم من الغنم وأشربهم. جيت في يوم من الأيام متأخر شوية، وجيت لقيتهم إيه؟ نايمين. حلبت اللبن لقيتهم نايمين، ولاد الصغيرين عايزين يشربوا عايزين ياكلوا، بيعيطوا تحت رجلي. ادنيتي واقف على راس ابويا وامي وهم نايمين، وما اكلتش ولاد الصغار رغم ان هم جعانين وبيبكوا، حتى طلع الفجر فاستيقظ فشربتهما اللبن. اللهم ان كنت فعلت هذه الوسيله خالصه لوجهك يا رب ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلث الثاني من الصخره. مش هي دي المره الوحيده اللي هو برضه والديه؟ هي دي سنه المفتاح اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. الراجل كان بيصلي، والراجل كان بيحافظ على اولاده، والراجل مش عارف كان بيتقي ربنا في مراته، والراجل كان مش عارف مع جيرانه، والراجل بيصل ارحام، كله تمام. بس الحته دي مزودها قوي. مزودها قوي ليه؟ زي ما قلت لك الدابه الخاصه، زي ما قلت لك الوسيله اللي هتوصله لربنا سبحانه وتعالى. ايجا الثالث هو كمان قال يا ربي كانت لي ابنة عم كنت أحبها أحب ما يحب الرجال النساء، أحبها أوي أوي أوي، كانت متجوزة. ففي يوم من الأيام راوتها عن نفسها، قلت لها يعني أنا عايزك وأحبك ولم غير ذلك، ونفسي أجتمع معاك ولم غير ذلك. فقالت لا إزاي ما صحش ولم غير ذلك. تقريبا زوجها مات أو تقريبا زوجها مريض وعيالها صغار وضعاف وتعبانين مش لاقية تاكل. فجتني قالت لي أنا عايزة منك سلف 100 دينار. قال لها لا وسلف ليه؟ انا هديك ال 100 دينار كلهم ليكي انت بشرط. قالت وايه الشرط؟ قال لها انك انت تمكنيني من نفسي، طلبتك زمان ما وافقتيش، انا عايزك بقى النهارده بال 100 دينار. قالت له ماشي عشان مضطره. بيقول فحطينا ال 100 دينار على الترابيزه كده في المكان اللي احنا نلتقي فيه، وقفلنا كل الابواب، وجلست منها مجلس الرجل من زوجته. وفجاه بصت لي كده وبكت. قلت لها مالك؟ قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال لها والله إني لأكون أتقى لله منك. وقام ما عملش أي حاجة، وقال لها 100 دينار لوجه الله خديهم ومش عايز منك أي حاجة. اللهم إن كنت فعل هذا خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون حتى رأوا السماء. ده بأمر الله سبحانه وتعالى. فدول ثلاث وسائل يا جماعة، كل واحد فيهم كان بيعمل خير كتير جدا، لكن كل واحد كان ليه حتة دق عليه. ففين حتتك انت؟ كل واحد كان ليه باب بيقف عليه، ففين بابك انت؟ كل واحد كان ليه وسيلة بينمي فيها ويكبر فيها عشان توصله لربنا سبحانه وتعالى. ففين وسيلتك انت؟ فين وسيلتك اللي هتوصلك لربنا سبحانه وتعالى؟ فاكرين الراجل يا جماعة اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الناس، يعني بيسلف الناس وبعدين يبعت غلمانه كل اول شهر عشان يجمعوا الفلوس. يقول لغلمانه ايه؟ لو لقيت واحد مش قادر يسد، لو لقيت واحد دخل عليه المدارس ومضغوط ولا حاجه تجاوزه عنه لعل الله ان يتجاوز عنه. الموضوع ده عمله مره ولا مرتين؟ لا، عمله كم مره؟ طول حياته بيعمله. فلما مات وقف قدام ربنا، فربنا بيساله بيقول له انت كنت بتعمل الموضوع ده ليه؟ قال له ما انت عارف يا رب السر اللي بيني وبينك، ما هي دي الوسيلة اللي أنا كنت عايز أوصل لك من خلالها، هي دي الوسيلة وهي دي الدابة اللي أنا عايز أوصل من خلالها إليه. فربنا راح رد عليه سبحان الملك وقال له أنت كنت بتعمل كده ليه؟ فقال له بعمل كده يا ربي لعلك اليوم تتجاوز عني كما كنت أتجاوز عن الناس. فرد الله عليه وقال تجاوزوا عن عبدي فنحن أولى بالتجاوز عنه منه. مش معنى جاب الحتة دي من عمل الرجل كله، مش معنى الحته دي، يعني الراجل ده مش كان بيصلي؟ الراجل ده مش كان بيقرا في كتابه اللي نزل عليه من السماء؟ الراجل ده مش كان بيصل ارحامه؟ كان بيعمل كل حاجه، بس اشمعنى ديت اللي نجته؟
عشان هي الوسيلة، هي العربية، هي التاكسي الخاص اللي ركب فيه عشان يوصله لربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابن القيم بيقول حتة حلوة قوي قوي، بيقول ايه سيدنا ابن القيم في طريق الهجرتين؟ بيقول الناس في سفرهم إلى الله كل واحد فيهم يركب دابة توصله إلى الله. ففي واحد يركب الصلاة، وواحد يركب الصدقة، وواحد يركب بر الوالدين، وواحد يركب إطعام الطعام، وواحد يركب الإصلاح بين الناس، وواحد يركب تفريج كروبات الخلق عشان توصله لربنا سبحانه وتعالى، وفي واحد بيركب كل الحاجات دي كده. معقولة؟ معقولة في واحد ممكن يركب كل الحاجات دي؟ قال لك آه. اسمع ذلك الحديث المبارك في الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد زي ما أنا قاعد مع حضراتكم كده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجلسنا مجلس الحبيب محمد في الجنة يا رب العالمين. قاعد مع الصحابة في يوم من الأيام، وبعدين وهو قاعد فقال لصحابته: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فرد أبو بكر الصديق وقال: أنا يا رسول الله. فسأل كمان سؤال وقال: من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ فمحدش رد، فبرضه رد سيدنا أبو بكر وقال: أنا يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كمان سؤال: من منكم شيع اليوم جنازة؟ فسيدنا أبو بكر برضه هو اللي رد وقال: أنا يا رسول الله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال رابع: من منكم زار اليوم مريضا؟ محدش رد، رد برضه سيدنا أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. سيدنا ابن القيم بيقول كل واحد ليه باب، يعني سبيل المثال بعد ايه، اول ما يكون قاعد كده عندنا في الارياف ان لله وانا اليه راجعون، توفي اليوم الى رحمه الله تعالى، قبل ما يعرف هو مين، غني ولا فقير، قريب ولا بعيد، جاهل ولا عالم، كان بيحب ولا كان بيكرهه، على طول: يا حاج هات الجلابيه. رايح فين يا راجل؟ انا رايح احضر الجنازه. خلاص عاد متيم لتشييع الجنائز. هو ده الباب اللي عايز يوصله لربنا، هي دي الوسيلة، هي دي الحكاية، السر اللي بينه وبين ربنا. هو في واحد كده، في واحد تاني أول ما يسمع إن واحد عنده بس شوية صداع، عنده سخونية، أي حاجة، يروح جاري عشان يزور. أي مريض، أي مريض، رجل أو امرأة، رجل أو امرأة، قريب أو بعيد، قريب أو بعيد. كان سر الخلطة اللي بينه وبين ربنا في الوسيلة اللي توصلها ربنا برضه إيه؟ زيارة المريض. سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر الصديق بيثبت لنا مكانته العالية جدا عند ربنا، بيقول إيه؟ بيقول كل الحاجات دي أنا ما خدتش منها حاجة واحدة بس. أنا ما خدتش وسيلة واحدة بس توصلني لربنا، كل الحاجات دي أنا بعملها. أم النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: يا أبا بكر، ما من عبد يفعل واحدة من هذه إلا فتح له باب يدخله الجنة. سيدنا أبو بكر كان ذكي، قال: يا رسول الله، قول لي بعملها كلها. قال: يا أبا بكر، أرجو الله أن يدخل من كل الأبواب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بابك، الدابة اللي هتركبها، العربية الخاصة اللي هتوصلك، بتعمل كل حاجة خير. طب ما كلنا بنعمل، بس أنا عايزك تنمر، تركز على حاجة واحدة وتدق عليها شوية، وتبقى خصوصية بينك وبين الملك شوية. وإن كان الناس بيعملوها مرة واحدة في الأسبوع، أنت تعملها 3-4 مرات. إن كان الناس بيعملوها مرة واحدة في الشهر، أنت تعملها 10 مرات. إن كان الناس بيعملوها مرة واحدة في السنة، أنت تعملها 30-40 مرة، وتقول له: يا ربي، دي اللي أنا اخترتها تكون السر اللي بيني وبينك، اللي لما أكون في الدنيا في ضيق وأقول لك: يا رب، أنا بعمل الحاجة دي عشان تتوسط لي عندك وتكون الوسيلة بيني وبينك، علشان تفرج عني، تفرج عني على طول. يا رب، أنا نويت إن الوسيلة دي والحاجة دي اللي بركز عليها دي هي اللي توصلني إليك، وتبلغني مقام الصالحين عندك، وتبلغني رضاك، وتبلغني جنتك، تقبلها مني يا رب العالمين. أنا بسأل في نهاية اللقاء نفسي الأول وحضراتكم بعد كده: يا ترى إيه وسيلتك للوصول إلى الله؟ إيه وسيلتك اللي هتوصلك لربنا؟ العربية الخاصة اللي هتركب فيها وبأسرع سرعة هتوصلك لربنا. حد يقدر يجاوب السؤال؟ صعب؟ لا، السؤال مش صعب. طيب، هي الحاجات أو الوسائل اللي ربنا جعلها اللي ممكن تمسك في واحدة فيهم قليلة أو مستحيلة؟
أو بعيدة المنال أو مش تقدر تعملها؟ لا والله ده كتير جدا. بس أنت ركز، بس أنت امسك، بس أنت كلبش. الشيخ سعيد بيقول إيه؟ بيقول القرآن. ليه؟ على طول مسك المصحف. ليه؟ أصله بحب القرآن. في أي مجلس قرآن تلاقيه لازق. واحد تاني زي صاحبنا اللي أنا بقول لكم عليه، طعام الطعام. السؤال يا جماعة ليا وليك، إيه وسيلتك؟ فين بابك؟ فين الدابة بتاعتك؟ اختارها من دلوقتي وركز عليها من دلوقتي. ممكن الدابة تكون ذكرك لربنا، ممكن الدابة تكون والوسيلة تكون إصلاحك بين الناس، ممكن الدابة تكون والوسيلة تكون تفريجك للكروبات. يعني تقعد بينك وبنفسك كده تقول يا رب أنا نويت يا رب اللي يوصلني ليك أي مشكلة أقدر أحلها بين الناس بفلوسي أو بخبرتي أو بعلمي أو بوقتي، هرمي نفسي فيها لوجهك يا رب عشان توصلني لمرضاتك يا رب. انوي ودي هتوصلك، بس حدد، حدد، لأن الدنيا هتعيم لك حياتك، حدد، لأن الشيطان هيتوهك بين الخيرات الكثيرة جدا علشان يوصلك لحاجة واحدة بس، يخليك تصلي شوية وتصوم شوية وتحج شوية وتعتمر شوية وتقرأ قرآن شوية وتصل أرحام شوية وتبر والديك شوية، لما تاخد من كل حاجة حاجة كده، عشان الشيطان عارف يعني إيه لما تركز على حاجة تديها أكتر من اللي ربنا فرضه عليك فيها. عارف إن هي دي النجاة، عارف إن هي دي الباب، عارف إن هي دي الوسيلة، فعمال يدوخ فينا ويشتت فينا ويضحك علينا ويقول لنا إيه، ما احنا بنصلي زي كل الناس، بنصوم زي كل الناس، بنتصدق زي كل الناس. واحد بيقول لي كل ما بلاقي مسكين أو فقير بحط ايدي في جيبي وطلع من غير ما عد وما عرفش، ممكن يكون نص جنيه ممكن يكون جنيه، وروح حطه في ايدي الفقير أو المسكين، هو ده بابه. فاختار لك باب، اختار لك باب قبل الباب ما يتقفل بنزول ملك الموت عليك. اختار لك وسيلة وسيارة توصلك قبل الوسائل ما تنقطع اللي ممكن توصلك لربنا سبحانه وتعالى. الرسالة وصلت ولا ما وصلتش؟ طب نويته ولا مش نويته؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا منك وسيلة مقبولة تقربنا إليك. اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، اللهم دلنا عليك، وعمر قلوبنا بذكرك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.